أن مشروع قانون المسطرة المدنية حاول سد الفراغات التي أبان عنها العمل والتطبيق العملي لقانون المسطرة المدنية، لكن ذلك لا يمنع من تسجيل مجموعة من السلبيات هي فيها خرق للدستور وفيها مساس لحق الدفاع وحصانة الدفاع وفيها مساس بالأمن القانوني والقضائي حينما تمس المساواة بين المتقاضين وحين تمس في الولوج المستنير للعدالة. سأحاول أن أعرج عن أهم النقط التي لم يشر إليها المتدخلين السابقين بخصوص المادة 17 مشروع مدونة مشروع قانون المسطرة المدنية. هذه المادة 17 للأسف جاءت تعطي وتوسع من صلاحيات النيابة العامة في الطعن سواء كانت طرفا أصليا أم منضم، وهذه سابقة ما كاينش في القوانين المقارنة. كانت واقعة شادة في فرنسا ويعلمها الجميع وإن لم يعلم أنا ضيق الوقت ولكي زيرنا، وهذا موضوع مهم بزاف. هذه الواقعة استقى منها المشرع المغربي للأسف و أعطى وسع من صلاحيات النيابة العامة للطعن سواء كان طرفا أصليا أو منضما، والخطير في الأمر ماشي غير الطعن دون تحديد الأجل. واش هذا ماشي فيه هدر للزمن القضائي؟ واش هذا ماشي فيه خرق للمساواة بين المتقاضين؟ واش هذا ما فيش خرق للقانون؟ إذن كان ينبغي على المشرع الاكتفاء بالمادة 18 التي جاء فيها تبلغ النيابة العامة القضايا بمجرد تقييدها وكفى المؤمنين من القتال عوض إعطائها صلاحيات فيها مساس بالأمن القانوني وحياد عن الالتزام بمراعاة لمبدأ حقوقي وهو مبدأ المساواة بين المتقاضين. ماشي واحد اليوم النيابة العامة بلها بأنه هذاك الحكم مخالف للنظام العام وغطعن فيه، وحكم آخر مفتوح الأجل وقت ما بل النيابة العامة على أنها طعن فيه غطعن فيه، وهذا فيه توسيع لمجال اختصاص النيابة العامة وفيه خرق القانون. المادة 94 من مقتضيات المشروع فيها خرق خطير لحصانة الدفاع. هذه المادة 94 جاء فيها إذا قام المحامي أثناء ممارسته مهام الدفاع في الجلسة بسب أو قذف، الهيئة تحرر محضر وترسله مباشرة إلى النيابة العامة. إذا هذا تراجع، احنا كنتسناو على أنه يعطيونا استقلالية المحاماة ونقويو حصانة الدفاع، فإذا بأن المادة 94 مشروع فيها تراجع حصانة الدفاع وهذا أمر خطير. حنا كنعرفوا أن القانون واضح، المادة 44 في قانون المسطرة المدنية حاليا بأنه تحال على النقيب، وراه عندنا المجالس والمؤسسات راه كاين مجلس نقيب وكاين نقيب المجلس اللي كيتاخذوا الاجراءات المناسبه، والنيابه العامه لها من الصلاحيات في الطعن امام غرفه المشوره واثناء الغرفه الاداريه في محكمه النقد، وبالتالي عندها الصلاحيات ديالها. ما كاينلاش نجيو نمسو بحصانه الدفاع. نضيف مواد نحاول غير نعرج عليهم لانهم خفتهم ما يتاروش ويبقاو في الجعبه ديالي وكيأرقونا حنا كحقوقيين وليس فقط كمحامين. قبل ان نكون محامين نحن حقوقيين هنا. واش كاين ممكن تدي لنا كتابه استاذه حياه؟ الله يخليك. غنعطيك غير المواد لانه كتابه اظن ان لن تجدي نفعا. الماده 394 من قانون المسطره المدنيه. انت تسجلت كتسجل عند المقرئه الماده 394 من قانون المسطره المدنيه اللي فيها البت بغرفتين وسعت من صلاحيات الوكيل العام لدى محكمه النقد والرئيس الاول، وتم حذف صلاحيات المحامي بانه يطلب الحق. الماده 74 من اللي حدت القواعد الاختصاص الدولي، هي مزيان هذا جديد أول مرة في المغرب كاين مشروع كيقول اختصاص الدولي نصوا عليه، ولكن واحد الحاجة اللي هي مهمة اللي كنا كنتسناوها اللي عندها علاقة بحقوق المتقاضين، هما يبتوا تختص محاكم المملكة أيضا في اتفاق في حالة اتفاق الأطراف في إسناد الاختصاص
المحاكم الوطنية. وباقي والمساس بالأمن القضائي الأخص أن ندو الأستاذة عزيزة الطريف كمقررة، وشكرا للأسف ليس متسعة من الوقت. مداخلة في محلها.